الوطن بالله ذكر. وعبر هذا المنبر فإنني أود أن أوجه عديد الرسائل. الرسالة الأولى إلى الحرائر على متن السفينة، نقول لهم شكرا لكم، وصلت رسالتكم، جئتم أم لم تأتوا، كنا نتمنى أن نستقبلكن هنا بعد ساعات. وفي أكناف الأصاريخ ناحت على موج البحر. نقول للاحتلال أننا لن نصمت إذا كان أسطول الحرية الرابع تم اعتراضه والثالث والثاني تم الإرهاب به، فإننا سنستمر، فإننا في تحالف أسطول الحرية وفي لجان كسر الحصار سنستمر في هذا الفعل، سنستمر في انتزاع حقوقنا لأننا ندرك أن الحقوق تنتزع، سنستمر. وأقول لكم أننا سنجري اتصالاتنا مع شركائنا حتى نبدأ الإعداد لأسطول الحرية الخامس بإذن الله تعالى. أقول للأمم المتحدة، أين أنتم؟ أما سمعتم أنين النسوة في البحر؟ أما تحرك الضمير الإنساني؟ أما أن لكم أن تستيقظوا أمام هول المذبحة البشعة التي تشن على الغزيين؟